حسب معلوماتنا هناك 9 ضربات بدأت منذ ساعة متأخرة في الليل وحتى ساعات الفجر، استهدفت 9 مواقع بعد أن تم استكمال تجهيزها تقريبا في اللحظة التي اعتبرت ستبدأ في العمل. تم استهداف حسب المعلومات 3 رادارات، هناك أكثر من موقع تم ضربه، حوالي 9 مواقع تشمل أفراد ومختصين ورادارات وأجهزة ومعدات. تم يعني من بين القتلى أحد قادة أو أحد القادة المهمين في الجيش التركي، أعتقد أنه يسمى يوشار غولر، ومن الأسماء التي يعتمد عليها أردوغان. أيضا تم تدمير كل التجهيزات تقريبا بنسبة فاقت 80% من ما تم تجهيزه. كانت هناك عملية أخرى، استهداف رأس الحاول لتقدم في اتجاه الهلال النفطي من الميليشيات والمرتزقة، وذلك ضمن طبعا العمليات العسكرية في منع أي قوة للتوجه إلى هذا الخط أو الخط الأحمر، خط سرة الجفرة، والتوجه إلى الهلال النفطي. وطبعا المواجهة العسكرية قلناها ونؤكدها ليست في صالح تركيا. هناك أكثر من تغير على مستوى القدرات بالنسبة لساحة المعركة. الآن لم تعد ساحة المعركة هي الجيش الليبي الذي مفروض عليه الحصار والحظر. هناك قوة بالتأكيد ترفض هذا التواجد وهذا السلام الذي أصبح يتعامل مع ليبيا وكأنها قطعة من تركيا ومن جغرافيا تركيا، ومع الأوهام العثمانية التي سمعناها من البقاء في ليبيا إلى الأبد. طيب. نذكره بأن الرجل المريض قد الذي كان يحول عليه سابقا، جاءت لحظة ولفظ أنفاسه في كل المنطقة.